أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل كان قبل بلوغه يسرق من المحلات التجارية بعض المواد الغذائية والنقود، والآن بعدما كبر تاب، فماذا يجب عليه مع أنه لا يعلم مقدار ما أخذه؟ إن كان يعرف أصحاب هذه المحلات يطلب الإباحة منهم أو يرد عليهم ما أخذه منهم، إن سامحوه وإلا يرد عليهم ما أخذ منهم، لا تبرأ ذمته إلا بذلك، لأن حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة، لا بد من ردها عليهم أو طلب مسامحتهم. ما إذا كان لا يعرفها فإنه يقدر ما أخذه ويتصدق به على نية أن الأجر لأصحابه. نعم.